الأخت نبوغت سقاقة وبعطشان، ترسم بحب الخير للكل صورة، فرحت بيوت بصغرها وأجمل إنسان. لما غدت للأم عون ومشورة، وانعطرت من جازها الفذ الأكوان، محد يلوم الكون غارت زهورة. موطن غلا معمور والحب بستان، عطاه يملا كل روح تزورة. الأخت نبوقت سقاقة وبعطشان، ترسم بحب الخير للكل صورة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فقرة جديدة اللي هي فقرة ماما للترتيب والتنظيف. هذه فقرة جديدة درتها في القناة بحلول، يعني بما أنه داخل علينا الشهر الفطير رمضان المبارك، ما كانش بيت جزائري أو بيت عربي إسلامي ما هوش راح يقلب الدار أساسا للرأس وينظفها. راح نبدأ كمرتبة أولى. الفيديو تاع اليوم حيكون خاص فقط بالمطبخ. كما تعرفوا البنات، المطبخ الخدمة فيه ما تخلصش، وكي تحبي ديري ميناج يعني المكان الأكثر عمل فيه وأكثر فترة حتحكميها فيه هي المطبخ، لأنه فيه مراحل بزاف. كما راكم تشوفوا ديجا، أنا أول حاجة بديت بالمعن. هنا يا ضيق الوقت ما صورتش مريم أختي الصغيرة، لأن تقاسمنا كل وحدة واش دارت. مريم هبطت هذوك لي سيرفيس والمعن اللي في لي زاليمون كامل 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 خسلتهم، واختي الصغيره استكلفت بالكويزينيير والفريجيدير والفونتان فراش. وانا كما راكم تشوفوا درت مزيج بين لومو وجافيل والعملاق. كما شفتوا فوت لم كامل كامل بلومو، من بعد بديت نحك كل حاجه وحدها. كما شفتوا ديجا كنت استعنت بواحد الشيطه كراي تتباع في الاسواق البنات غير ب 7000. تعاونكم كما راكم تشوفوا هنايا، يعني لا كوكوت، العصاره، الكافيتير، البيترا، هذو كامل 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 راح نغسلهم. كما شفتوا غسلتهم، من بعد فوت نحط نجيب سربيته. كما تقولوا ماما زوج سربيته، سربيته مبلوله وسربيته ناشفه. سربيته ناشفه حتكون هي الاخرى، يعني كما نقولوا حنا شيفونه. بعد ما نكمل البنات هنايا، كما لاحظوا البنات، البنات اللي قالوا لي بزاف ما كيش تباني وطولتي، نقول لكم البنات سمحوا لي، لكن الظروف صدقوني اقوى مني. اللي يحبني يعذرني، اللي يحبني يعذرني صراحه حقيقه، يعني لانه اولا الميناج كما راكم تشوفوا اخر لحظه باش درناه، على واه لي كومونت تاع الناس، يعني الخدمه تاع الناس اخر لحظه باش كملتها مع الميناج، مع راكم تشوفوا. مهم بعد ما كملت الماعن هنا راح نستكلف بالجهه العلويه. هذه البنات راح نبدا السعب بالجهه العلويه، من بعد نروح لي زيليمون، من بعد نهبط للكونطوار، ومن بعد الخزاين اللي من تحت. كما راكم تشوفوا كوزينتنا فايونس من الفوق للتحت وكبيره. شوفوا البنات، هذا الخزم جا معرض نهار الاول ما فهمتش واش راح، قلت نقطع ونخيط به. كما راكم تشوفوا ماما دارت لي تدبيره، جابت شيفونه قديمه خيطتها، هذه المكنسه قديمه كانت طايشه عندنا، درت جابت هذيك المشفى، ومن بعد خيطت عليها هذاك الخزم. شوفوا وين استعملته البنات، تروحوا الاماكن اللي تكون بعيده راح يعاونكم. ان شاء الله تكونوا عجبتكم هذه التدبيره، وما نعرف يمكن وحده فيكم تديرها وتطبقها. من بعد نروح كما نقولوا حنا بالعاميه الشوك، الكوانت هذوك نحكهم مليح مليح. البنات نعاود نكرر، هذا النوع من الشيت ما تقوليش ما عندي ما ندير بيهم، ولا تستعمل عفوا تحتاجيهم في قداه من حاجه راح يعاونوك. كما تشوفوا هذو الاماكن لحد الان مازلت راني في الفوق لي زيليمون، يعني الفايونس اللي فوق لي زيليمون غسلتهم، حكيتهم مليح بالخزم، الاماكن هذوك اللي فيهم الشوك كيما شتو الشتاء، شليت الحيط كيما شتو، من بعد نمسح بسربيته مبلوله، ومن بعد نزيد لها بوحده ناشفه كيما راكم تشوفوا.
من بعد كيما غسلت هذاك الكوطي الفوقاني لفوق لي زيليمون كيما راكم تشوفوا راح يسيح، راح نحك ونمسح ما نخليش الماء باش ما يتنفخش هذاك من الفوق ما يتنفخش الحطب، نمسحها بشيفونه بلوله ومن بعد بشيفونه ناشفه كيما قلت لكم. من بعد كيما راكم تشوفوا هنا ماما حكمت برودوي راهي تغسل ترش في لي زيليمون هذوك وفي الكونطوار، وانا استعملت تيتيز هذاك درت جهه الكويزينيير، ما كانش وحده ما تعانيش من الكوتي تاع الكويزينيير. حكيه انا نشتي نحك غير بالخزمه البنات ما نحبش لي بونج، اذا شتي اماكن جهه الكويزينيير اذا شتي اماكن ما داروا لك جيبي خزم تاع الحديد كما راكم تشوفوا هذاك الحنين ماشي الحرش وحكي. من بعد روح لي زيليمون نحكهم مليح مليح مليح، نحك بالطرف ونشل بالطرف ونشل، يعني بالطرف ونمسح مليح بالطرف ونمسح مليح، ما ديريش كومبلي ومن بعد تخلي لامو تاعك ينشف ومن بعد يتعبك كي تمسحيه راح يقعد لك اشهب لي زيليمون تاعك يقعدوا شوهب. المهم اغسلي بالطرف حكي بالطرف وديري. من بعد ما كملت نروح للكونطوار البنات، الكونطوار والفايونس اكيد الحيط ثاني نتبع معاه. هنايا كما راكم تشوفوا هذا اكثر مكان اللي نستعمله في الاماكن اللي نصور الفيديوهات اللي راني نحط فيه من القناه، هذا هو تقريبا المكان اللي راني نصور فيه ديما. قلت لكم ديما 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 نحك بالخزم، واذا شتو مكان ما حبش يدير ديروا خزم تاع الحديد. من بعد تحت الكونطوار هذاك الجنب في الجنب كاين كما راكم تشوفوا ماشينه لافي، نغسل عفوا نغسل هذيك الماشينه لافي، نجبدها نغسل الكوتي تاعها كما راكم تشوفوا، نشفها مليح من بعد نمسح هذيك الكويزينيير باش نردها لمكانها. من بعد نروح للبوطاجي كما تشوفوا هذه بنات بزاف عانوا منها، قال لك لصقناها وحصلنا فيها كما راكم تشوفوا حنا عندها عامين راكم تشوفوا بعينيكم. من بعد نغسل جهه روبيني جهه العين والبوطاجي كامل كامل بالخصوص الكوتي تاع الفايونس اللي الحيط، نغسل هذاك الكوتي كامل ونشل ونمسح. نروح دوكا للخزاين قبل ما نروح الاماكن نغسلها من برا ساعه باش من بعد نزيد نغسلها من الداخل، هذو القجوره دوكا بعد ما نشف لي الكوتي تاع ورا الكويزينيير نمسحها وردها لمكانها. نروح للحيط للفايونس اللي جيت الكونطوار، هذا هو الكوتي اللي نخدم لكم فيه البنات. بعد ما كملت نروح للباب. شوفوا البنات انا صراحه لقيت بزاف 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 بنات خلاو لي تعليقات ولا يقولوا لي سيهم على ما ديرناش شويه من الروتين على ما مهم من هذا النوع من انواع من الفيديوهات، لكن كيما نقولوا استغليت في الحقيقه استغليت الفرصه بما انه داخل علينا الشهر الفضيل، وكما قلت لكم ما كانش بيت جزائري ما راهوش في هذا الروتين وهذا الحاله وهذا الميناج، قلت خليني نستغل الفرصه وندير لكم فيديو لا الله يعجبكم. المهم كما راكم تشوفوا غسلت الطاقه، احنا بابا ما درناش طاقه درنا كراج كبير بزاف. المهم دوكا نروح للخزاعين، هذو ماما تستغلهم في قدام من حاجه كل حاجه واش راهي مدايره فيها، نغسل من الداخل مليح هذوك الخزاعين. هذا تحط البوطاجي تحط فقط لي برودوي لي لومو والحكايات هذوك من تاع الماعن. بعد ما كملت البنات نجيب درت شويه عملاق وشويه جافالو امو ودرت في لاط حكيته مليح 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 مليح، خليته حوالي 5 دقائق. من بعد جبت هذاك اللومو كامل ومن بعد وليت فرغت الماء ثاني، غسلت شللت هذيك الارض مليح ومن بعد نشفتها. عقبت لها تنشيفها بعد ما كملت التنشيفه مره وزوج رحت لي زيليمون هذوك راكم تشوفوا البنات كامل حنفوت لهم برودوي سبيسيال للحطب، راح نمسح هذاك لي زيليمون كامل كيما شكون لي ماما كنت لازم هكا لازم الدنيا تلقاها طب ورق بريك، لازم هكا لازم تشم الريحه المليحه ريحه اللومو ريحه الجافيل الدنيا تكون طب ورق تزلق، هذه هي ماما. المهم ما كانش ام كامل هكا. المهم كيما شفتوا البنات بالترتيب، يعني كل بنت عفوا جزائريه تبع نفس الطريقه نفس الترتيب، تسيق ومن بعد تولي تمسح
لي زيليمون، بعد تمسح الزجاج كما شتو الزجاج تاع لي زيليمون، بعد نزيد نمسح مام الزجاج تاع الطاقه. كما قلت لكم تاعنا ماهيش طاقه كراج، بابا دايرها لنا كبيره، ماما يتخمم لها في تنحيها ويحدي لها يعني تغير لها. واخيرا اختي الصغرى حكمتها الكاميرا. المهم هنا كما راكم تشوفوا، بعد ما كملت التسياق وكملت بغيت نكمل فرد حاجة هي نخدم الريدو. بعد ما خرجت أنا وماما عجبنا هذا الريدو، هنا رحت عند حبيبتي وغاليتي صاحبة قناة احتراف الخياطة والتفصيل، هنا رحت لها قلت سنستغل الفرصة ونخيط الريدو ونعلقه بما أني كملت الميناج. هاواكي الكوزينة البنات بعد ما كملناها كامل 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 يعني كامل، كي نكملوا الميناج وندخلوا المكان هذا اللي نظفناه وكملناه تنسي التعب اللي درتيه. كما شفتوا هنا الكوزينه بعد ما كملنا كل حاجه رجعت لمكانها، ماما ترجع ماما لازم اللي مها كيما ماما غير تقول لي ماما لازم تشتي تحط هي الماعن ترتبهم، تحب هي الكونتوار ما تحبوش معمر، ما تحبش فيه بزاف الحوايج، تحب كوزينتها ديما كيما تقول لي نحب كوزينتي مطحتها ما فيهاش بزاف الحوايج. المهم اللي مها كيما ما تخلينا طريق اسفل الفيديو. المهم بعد ما كملنا كيما راكم تشوفوا حنا عدت لكم لمحه خفيفه فقط، يعني بعد ما كملنا غسلنا الفريجيدار، ردينا كل حاجه في مكانها، الاماكن كل حاجه رجعت في بلاصتها، لي زينيمونسي كيف كيف، كل مكان حاطه فيه ماما مكان مخصص به، يعني كل حاجه فيه حاجته والمكان كل واحد ومكانه. كما قلت لكم الترتيب ماما اللي تحب ترتب على عينها. هذه هي المطبخ البنات بعد ما كمل، تحسي كما تقول ماما كي نكمل تنظيف نحس براحه محل النظافه. المهم كما راكم تشوفوا كل شيء رجع لمكانه. اللي عندها ماما هذا مخزن تاع ماما، يعني ممنوع المفتاح تاعها تحط فيه كما نقولوا حنايا هنايا الذخيره في وقت الضيق ولا وقت الحاجه تلقى الحاجه اللي راهي مخبيتها. المهم هذا هو المطبخ تاعنا بعد التنظيف. هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، ومرحبا بكل وحده دخلت كل واحدة دخلت لنا جديدة. في أمان الله سنونا فيديوهات قادمة. سلام.